مساء الخير يا أساتذة. النهاردة هنتكلم عن الكتاب ده شجون عربية، وطبعا لازم النهاردة نقف ولو وقفة سريعة يعني على ما يجري في السودان، يعني من باب حتى الإحاطة بما يدور حولنا. ولو تفتكرم من أول ما بدأنا اللايف أو في لايف قبل اللايف اليومي ده، كنت أشرت إلى أن السودان يعني في خطر محدق بيها، وانه قد تضطرب فيها الامور وقد اضطربت. يعني النهارده الصبح انا صحيت على رسائل كتيره، كان الظهر يعني، طيران سوداني بيقصف الخرطوم مستهدفا، الطيران الرسمي بتاع الجيش السوداني مستهدفا ما يسمى بقوات التدخل السريع او الميليشيات المسلحة تحت إمرة حميدتي. واللي مش واخد باله او مش متابع الحكاية دي، الملقب بحميدتي ده يعني قائد عسكري فريق، بس غير نظامي، يعني هو برتبة فريق لكنه لم يدرس العلوم العسكرية، هو درس الواقع اللي هو فيه، ومن سنوات طويلة كون مجموعات مسلحة كانت في البداية لحماية القوافل في المنطقة الجنوبية من السودان في حلها وترحالها مقابل نسبة، ويبدو أن هذا العمل يعني در عليه مالا وفيرا مكنه من أن يتسع ويقوى مع الوقت، واستعانت به الحكومة السودانية. وأخواننا اللي متابعينا من زمان فاكرين أنه من سنوات طويلة اتكلمت في الصالونات على انه السودان هتنقسم دولتين، الى جنوب السودان ايام جارانج يعني، والى السودان والجنوب وارد ان هو ينقسم الى جنوب الجنوب، وانه الشمال السوداني في وجود ميليشيات مسلحة فيه ينذر بكوارث، ليس على مستوى بقى دارفور وكردفان، انما على مستوى القلب والعاصمة. وما عدتش سنوات كتير يعني، وهو قد احنا بنشوف البداية. اللي حصل النهاردة من اشتباك علني هو بداية مسار للأسف يعني سيطول، والناس هتعاني. والغريب كمان انه النهارده كان في واقعتان يعني متصلتان بالموضوع. الاولى ان الامم المتحده بتمدد العقوبات على السودان. طيب يا جماعه، حكايه العقوبات الدوليه دي حكايه عبيطة قوي. يعني واحد رئيس بلد حاكم بيرتكب أي جرم، فتروح الأمم المتحدة تفرض عقوبات عشان تصعب الموقف. هو بتصعب الموقف على مين؟ هو نفس هذا الشخص، هو آمن ومستريح
كل طلباته عنده، الناس هي اللي بتعاني، اللي هي ما اجرمتش. يقولوا لا، ما احنا بنضغط على الناس علشان تثور ضده. طب ما هو الثورة مش حل يعني. او احيانا بيبقى في فقدان للإمكانية نفسها، فتكون النتيجة انه الناس الابرياء هي اللي تعاني، والبلد كبلد هو اللي يتفكك، والاطفال هم اللي يدفعوا الثمن واهاليهم يعني، في حين ان المستهدف بالعقوبه لا تقع عليه اي عقوبات. ووارد جدا ان يسترضي السادات الدوليين يعني، فترفع العقوبات بعد حين كنوع من اعاده تدوير المخلفات السلطوية في المنطقة. إنما يعني تجديد العقوبات الدولية على السودان في هذا الظرف يعني. والحاجة التانية، الصور اللي المصريين عمالين يتبادلوها على الأسرى، المجموعة اللي هي احتجزت دي أو حاجة كده، كأنه احنا في حرب بين احنا ما فيش يا جماعة حرب بيننا وبين السودان. وكل واحد الله اعلم بقى، دي ناس حقيقية يعني، بس فيهم ناس انا اعرفهم، ولا لجان وشبكات. ما هو الاخوان بلونا، الاخوان المسلمين بالكارثة دي بتاعت اول ما عملوا في المقطم هناك الشقق دي اللي جابوا فيها الشباب، اللي يعمل كأن في موجة معينة. وأظن أن تعبير اللجان الإلكترونية الموجهة يمكن في 2012، أنا ما كنتش شفته عند حد بس استعملته يمكن للمرة الأولى، بس مش مهم دلوقتي مين اللي ابتكر الموضوع. المهم أني نبهت عليه من أيامها، وأيامها عملت محاضرة عن في من المحاضرات الأخيرة في ساقية الصاوي عن الضبط النقدي أو الفلترة اللي تكون في دماغنا يعني للأفكار، وتقييم أو تحديد مقومات أو عوامل أو شواهد صدق الخبر وكذبه. الحكاية مش بالغاغة دي، هو بيدخلنا في تيار كلنا داخلين فيه، ابتداء من الأمور السياسية زي الحدوتة دي. طب ايه يعني؟ يعني ابراهيم عرفات بيقول لي اسمه دلوقتي الذباب الالكتروني، مش مهم كل ده، المهم الاثر انعكاسه علينا. لان ده بقت حتى المنتجين انا بشوف كل يوم كمية كلام على مسلسل ما، كأنه مصر يعني ما فيش حاجة هممها إلا المسلسل ده. وأنا ما بشوفش الخيبة دي، بس بشوف الحاجات اللي الناس بتتبادلها. ده إيه العباطة دي؟ إحنا بنروج للعبط. وفكرة أصل البطل الشعبي، الولد اللي هو مش عارف العمدة مين ده، اللي بيضرب برجل واحد كده فيطيره 10 متر لقدام. يا جماعة بطلوا إنتاج صور مزيفة للواقع وإعلاء لصورة البطل البدني، وبعدين يكشر كده، انت مش عارف ايه، انت هتموت، انت اولا انا مش مفروض انفعل، بس هي فعلا احنا وضعنا بقى مزري قوي يعني. بدل ما نثقف الناس ونعلمهم طريقة التفكير الفلسفية النقدية اللي تضبط نظام التفكير وتلقي، احنا بنجرفهم قدامنا مستعملين الزخم الشديد للسوشيال ميديا وتدفقها.
للتشويش على الناس، ومش عارف العمده ايه حصل ايه، ولا اصل هو متجوز مش عارف كام واحده، ومش ايه الهبله دي. يعني قضايانا الحقيقيه بعيده عن هذا تماما. فايه التشويش والتشويه صرف الانظار عن الوقائع، وفي نفس الوقت او في هذا الخضم يعني يتبادلون الحقوا الجنود المصريين. يعني ايه عايزين نحارب؟ يعني نحارب السودان؟ يعني مش معقول الكلام ده. فيا ريت على الاقل يعني الناس اللي لسه محتفظه بعقلها تكون يعني ساتر ضد هذا الاجتياح المزيف في السوشيال ميديا وفي الصحف. انا النهارده يعني المصري اليوم نشر 3 اخبار عن المسلسل اللي بقول لكم عليه ده. ده في المانشيتات الرئيسيه اللي بتيجي على البوابه الالكترونيه بتاعتهم. 3 اخبار، بيان من الداخليه بانه اصله جعفر العمده ده طلع في الاحداث يعني من السجن علشان مش عارف كان بريء، فواحد عامل يافطه معلقها في الشارع فالداخليه شالتها. فالداخليه بقى عامله بيان انه احنا ليه شلناها، اصل معهاش تصريح، اصل مش عارف ايه. ده خبر اول. وبعدين خبر تاني مش عارف مين اللي هي مرات العمدة ده بتقول لأخوه مش عارف ايه. وفي والخبر التالت انه البطل بتاع المسلسل اللي الناس بقى عمال تقول هو ممثل كويس، لا هو مش كويس. هو كأن قضيتنا في مصر دلوقتي حسم الجدل حول موهبة فلان الفلاني ده. فهو بقى بيصرح انه النهاية بتاعت المسلسل هتكون نهاية يعني اللي بيسموه هابي اند، بس مش بتاع المساج يعني، هابي اند في الاحداث، انه النهاية السعيدة. يعني انا كنت لسه صاحي من النوم شفت البتاع دي، دخلت نمت تاني كمدا، لانه هو يعني طب وبعدين؟ وبعدين نتكلم بقى في شجون عربية. هذا الكتاب جاء بعد شجون مصرية عشان يناقش 3 موضوعات كبرى تتصل بالواقع العربي العام. وكان صدوره مرتبط، هو طبعا كتاب نظري في مناقشات وافكار وكده، انما كان قريب الاصدار يعني او الوقت من كتاب تاني ادبي بقى اللي هو غربة عرب. في غربة عرب في 16 قصة قصيرة كلها او كل القصة القصيرة دي انعكاسات لجوهر واحد، هو غربة الشخص العربي في بلده او في بلد عربي اخر. ف يعني كان الكتابين شجون عربية ومجموعة غربة عرب هما مدخلين الى استبصار الواقع اللي بنعيش فيه. انا ما اعرفش هتيجي فرصه بقى احنا نتكلم عن المجموعات القصصيه، لان دول 4 ومحتاجين 4 ايام ورمضان قرب يخلص اهو، فهنشوف. بس النهارده 3 موضوعات اللي في شجون عربيه، اول موضوع منهم الداعشيه. وعشان نعرف الفرق بين داعش والداعشيه ناخد بالنا من الاتي. داعش دي جماعة محددة
وليها مسار محدد وظهور مؤقت بوقت كلنا شفناه، معظمنا يعني شافه. وللأسف في أول ظهورهم سألت في محاضرة وكتبت على الصفحة دي اللي بنتكلم منها سؤال، ما هي أو من هم أو كده داعش؟ فتخيلوا حضراتكم إنه لا في المحاضرة ولا في الصفحة على الفيسبوك حد عرف، قالوا كلام، مع ان هي كانت بدأت في شمال سوريا تمارس افعالها الاجرامية دي، وحذرت كتير من ربطها بالدين بس مفيش فايدة برضو. يا جماعة في نزعة اجرامية كامنة في النفوس الانسانية عموما، النزعة دي احيانا بتاخد يعني تتحرك تحت راية النعرة العرقية زي ما حصل بين الهوتو والتوتسي في رواندا، واحيانا تاخد الشكل العقائدي زي النزاعات بين السنة والشيعة اللي حاولوا يقنعونا من كام سنة كده ان حرب اليمن هي حرب بين سنة وشيعة والمسألة ملهاش علاقة لا بكده ولا بكده. وانا شرحت ده كتير وقلت انه الحوثيين دول جماعة من الزيود، وان الزيود اقرب ما يكون لاهل السنة، وان الحكاية كلها اطماع، وكويس انها بتقفل دلوقتي لانه لو التهبت الامور في السودان وهي ملتهبة في اليمن يبقى القرن الافريقي ومدخل باب المندب ده في مشكلة، لان لسه في امور معلقة مع اثيوبيا. يعني المهم النزعة الإجرامية دي والهمجية الأولى دي بتاخد أحيانا الشكل الديني، بس دين إيه؟ أنه دين؟ من بداية ظهور داعش حتى الآن وهي ليها تكنيك وتفكير، وأنا قصدت في مقالات وفي هذا الفصل إنه أحدد مسارات تفكيرهم وأفعالهم ونستعرضها مع بعض إذا كان ده مفيد، لأنه داعش هي اسم لنوع نوع من التفكير، لأن هو موجود في أماكن أخرى، دامل مثلا اللي هي كانت في ليبيا لما تفككت، وبوكو حرام، وموجودة في التاريخ، في التاريخ القديم عند القرامطة. وعلشان كده لما من كام سنة يعني اشتديت في الخطاب على اسلام البحيري، لانه بيقول انه ابن تيمية هو السبب في ظهور داعش، فقلت له ايامها ولسه بقوله لحد دلوقتي يعني انه طيب ما هو القرامطة عملوا نفس الحاجات دي وذبحوا الناس في يوم الحج في جبل عرفة في وقفة عرفة، وما كانش ده دول قبل ابن تيمية بقرون، ده هو نمط تفكير. فالنمط التفكير ده في الكتاب انا مش عايز اخد في تفاصيله يعني، انما بحلله من خلال محاور بتقوم عليها دايما يعني القرامطة وداعش، الاثنين كانوا بيلجأوا إلى تكنيك أو تقنية الذبح باليد، وده موجود في الدين في الحديث لما جماعة من قريش ومنهم أبو جهل شدوا ثوب النبي يعني ضايقوه كده، فقال لهم جئتكم يا معشر قريش جئتكم بالذبح، ف عمه قال له يعني يا محمد ما كنت جهولا، فرد عليه قال له وأنت منهم. مسألة بقى أن الحديث بقى صح أو غلط، مسألة أنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تناقض
الحديث جئتكم بالذبح، كل ده ده نناقشه بقى احنا في المحاضرات، بس هم لا، هم الذبح. وشفنا في بدء ظهور داعش مشايخ من القبيحي الوجه دول وهو بيتكلم عن الذبح ويمط في الكلمة ان لازم تحط السكينة كده وبعدين تلف بيها كده علشان مش عارف ايه. وواحد تاني شيخ برضو اهطل من الجماعة دول اللي بياكلوا عيش على قفا الجهلاء، يقول انه مش عارف عمر بن الخطاب ولا عمرو بن العاص، يعني واحد منهم كان بيعلم عبد الله ابنه ازاي يذبح، يقول له لا ابص تخش مش عارف ايه، وبيقول ده باعتبارها من مآثر المسلمين او الاسلام او الخيبة التقيلة اللي على دماغنا. داعش ليها او الجماعات الداعشية، عشان كده سميت الفصل ده الداعشية مش داعش، فانا بشوف النهج ده بيقوم على اصول اللي بنستعرضها في الكتاب رافعا اي راية بقى يلاقيها مناسبة. لو هو في المنطقة الكردية كان يقول ايه الاثنوجرافيا، يعني ان الكرد غير العرب. لو هو في بلد زي الجزائر او المغرب هيقول الامازيغية ضد الاعراب ومش الاعراب. لو هو في منطقة الصدام السني الشيعي يبقى ده زي ما هو الحال في العراق. خدوا بالكم يا جماعة في العراق، خدوا بالكم، وفي لبنان، لبنان خسارة خسارة. معرفش واحد بيقول ايه اسمه غريب كده كاتبه باين بالخسارة التعبي، اعمل لي بلوك، يعني ايه بتكلم مين انت؟ ما علينا. المهم انه الذبح والرعب استنادا الى الحديث نصرت بالرعب مسيرة شهر، والسطحية اللي هو اي شيء عميق تكرهه الجماعات دي، والخلافة اللي هي الخرافة الكبرى وتطبيقاتها. التفاصيل اصله طويلة قوي والخوض فيها يعني لن يجدي. الفصل الثاني او الموضوع الثاني في الكتاب عن الكرد، وانا الكرد او اللي بيسموهم الاكراد جماعة مضطهدة، وانا في عندي يعني تعاطف جارف ليهم عشان عانوا كتير، يعني قومية واحدة مشتركة مع شعوب المنطقة في الديانة، انما منقسمة بين اربع دول، كل دولة منهم يعني ماشية في مسار. فما كان يسمى قبل 100 سنة كردستان بقى في ديار بكر وما حولها تبع تركيا، وتركيا دولة علمانية بحسب الدستور بتاعها، وبعدين الجزء الشرقي منهم تابع لإيران، وإيران دولة الإسلام الشيعي، والجزء الأكبر في العراق عددا يعني، والعراق كانت تحت يد صدام اللي الناس بتمجده تاني اليومين دول عشان عندهم حنين يعني للحالة اللي كانت موجودة، فربطنها بشخصية صدام مش بالقهر، وانه كان مقدمة لحدوث ما حدث. والجزء البسيط غربا في سوريا، وسوريا كانت في قبضة الحكومة اللي هي يعني مش مذهبية قوي، انما يعني نصيرية كده وليهم اتجاه ما. فاصبح الكرد
ممزقين بين 4 دول، دولة علمانية ودولة شيعية ودولة سنية وعسكري ذات طبع عسكري الحكم فيها، ودولة بالدين بمذهب آخر لا هو سنة ولا هو شيعة. المهم يعني أدى ذلك إلى ظلم فادح للكرد. فكان يهمني أيامها قبل ما الأمور تتغير وعبر مقالات كتير أنه يعني عرف الناس يعني إيه كرد ويعني إيه كردستان وإيه اللغة الكردية وليه المرأة الكردية مش محجبة وإيه اللي عانته الجماعة دي عبر التاريخ وإلى آخره. واللي كان لفت نظري، أنا أصلا من أيام ما كتبت عزازيل ومن أيام التسعينات وأنا قريب من الكرد أو يعني مناصر ليهم، وفي عزازيل في مشهد ذكرت فيه الكرد ده اللي هو في القرن الخامس الميلادي لأن كانوا موجودين أيامها يعني، وعشان كده صدرت يمكن ده السبب يعني أو أحد الأسباب إن صدرت ترجمتين إلى للرواية باللغة الكردية. أنا شفت أغلفتهم بس ما شفتهمش هم يعني، وكل اللي فاكر يعني اللي عرفه ما عنديش نسخ منها حتى ولا حد كلمني، ده هم كده مع واحدة أظن في السليمانية أو الاثنين صدروا في دار نشر دوري نشر في السليمانية بعنوان عه كده زازيل ماشي. وبعدين ترجموا كتب تانية كتير وهم هناك لطاف قوي يعني، واحد مترجم عجبه كتاب فيجي مترجمه خلاص مش مهم المؤلف يعني أو الناشر. أوكي يعني مجانا أخذتم فمجانا أعطوا، بس كان الكرد باعتبارهم أنا ما أقدرش أقول عليهم أقلية لأن هم بس هم في البلاد العربية أقلية، وفصلت هذا الأمر. والموضوع الأخير كان في الكتاب أو القسم الثالث منه كان عبرانيات، وفي العبرانيات دي مقالات كتبتها سنة 95 على كيفية ونشرت في الأهرام، وقصدت دي بالذات أنشرها كما هي. أحمد علاء بيقول لي كم مليون، في اختلاف في التقديرات، الحكومات بتقول حاجة والكرد بيقولوا حاجة، فبس يمكن يكون المجموع الكلي يعني من 15 ل 20 مليون، كم ضخم يعني. فبقول ان مقالات المواجهة الثقافية مع اسرائيل نشرت في الاهرام وانا قصدت انشرهم لانه ناس كتير من المعتوهين في ذهنهم لما بقول لهم انه مصلحة الجيل الحالي والاجيال التالية انه نعيد نظر في الخدعة اللي اتعملت بين العبرانيين والعرب وبين الاسرائيليين والفلسطينيين ومش عارف ايه. فطبعا في ناس متشنجة في المطلق او مستهبلة او مش عايز تتعب نفسها او مش عارف لا وبلاش تعاطف مع اسرائيل. تعاطف ايه؟ تعاطف ايه؟ انا بقول نشوف حل. هو الحل بقى تعاطف، ان ده انحياز للفلسطينيين قبل ما يكون حياز لحد تاني، مصلحتهم كده، بس مصلحة المستفيدين من اشتعال الحرب مش كده. فدول لا، احنا اصل حركة المقاومة الاسلامية، فلما نتهادن بقى مع بعض احنا نقاوم مين ان شاء الله؟ نقاوم نفسنا. وطبعا يعني كان قصدي بنشرهم ان يا جماعة انا بقالي سنين
بتكلم في الحاجات دي وبواجهها وبكتوي بنارها، لانه حصلت مصادمات كمان بيني وبينهم ايام حكايه الكتاب بتاع بروتوكولات حكماء صهيون، فذكرتها وردودي عليهم. الغريب بقى ان الكلام اللي انا بقوله كان الاقي هنا المتشنجين مسمين نفسهم اليسار الناصري، مش كلهم طبعا يعني، يهاجموني هجوم كاسح ويكذبوا، ما عندهمش مشكلة هم ان يكذبوا، يعني يقول اي حاجة، يقول فلان ده المعروف بالمخازي التي ارتكبها، وما يقولكش هي ايه المخازي دي، بس هو تكنيك ايهامي كده، شغل نصب واحتيال يعني. دول ما قدموش اي جهد، بس بينتقد، والباقي مش مهتم، المجموع العام يعني. كنت اشوف الاهتمام من هناك، يقولوا اه طيب تعال نتكلم ومش عارف ايه، وبقت الحكايه انتوا عارفينها. فهتلاقوا وبعدين اخيرا حطيت الخلاصات اللي انتهت لها في سنة اليهوديات اللي كانت أظن 2013 أو 2014، لما قلت لهم بطلوا استخفاف باللي تعدوه. يعني احنا عشنا أيام عبد الناصر، أنا كنت صغير يعني، بس يعني أثاره كانت ممتدة، إنه دايما يحقر العدو. طب بتحقره، أمال هو بيهزمك إزاي؟ يعني إذا كان هو بالقزمية دي وغلبك، امال انت تبقى ايه؟ وجنة السنه اللي حكم فيها محمد مرسي يقف على المنصه، وده كلام ما يصحش، يقول لك واسرائيل واحفاد القرده والخنازير. وانا فاكر اللي متابعيني من زمان قلت له اذا كان خطاب مباشر لرئيس الجمهوريه، او يعني كلام نقد مباشر، قلت له اذا كان احفاد القرده والخنازير دول طلعوا سبينوزا وفرويد واينشتاين، امال احنا نبقى احفاد مين بقى؟ يعني بس اهو بيضحك على الناس، وقعدوا بقى يقولوا على القدس رايحين وشهداء والقصه اللي انتوا عارفينها دي. فكان ده يمكن في كتاب بكره او بعده، عرضت المسألة القدس والخرافة دي اتبنت ازاي، وهنتكلم فيها بالتفصيل. فدي اقسام الكتاب، ودي الهموم اللي ادت الى الوقوف عند هذه الموضوعات الثلاثة ذات الشجون او التفاصيل الكثيرة اللي احيانا من تعقدها وتداخلها لا نستطيع ان ندركها على نحو جيد أو صحيح. عموما نقدر نقعد شوية يعني مع بعض، مع أني النهاردة يعني مش في أحسن حالاتي، لأن أنا فعلا متضايق عشان السودان، ومش متفائل بالأيام اللي جاية، لأن أصلا إحنا بنعمل إيه لما بنفكر؟ جزء من التفكير السليم انك تمد الخطوط على استقامتها فتعرف اللي جاي. ومن هذا الباب هقول ايه، بحذر، بنبه، بترتيب التعرض للاخطار يعني لبنان، وبعديها العراق، وأيضا المغرب ليست بمنأى عن هذا. يعني خدوا بالكم يا جماعة، النار لما بتشتعل ما بتميزش، بتحرق كل حاجة. ويمكن أكون غلطان وموضوع السودان يلتقي أو ينتهي أو يجد من يعنى به. وبالمناسبة قلنا بالكيانات الهيكلية دي اللي ما بتعملش حاجة في بلادنا الغوها بقى،
الجامعة العربية دي ملهاش لازمة، اللي موظفين وميزانيات وروح خايلة كدابة، ومجامع اللغة العربية دي خايلة كدابة. ما خلينا بقى نتكلم جد بقى. يلا أشوف أسئلتكم و راجية متفقة معايا في موضوع السودان. يا رب يا راجية نطلع غلطانين. يعني فاطمة استشعرت ألمك تجاه هذا العبث. أيوة فاطمة، هو بس أنا بقالي سنين على النهج ده برضه ما غيرتوش، وحتى لو في حاجة قلتها مرة وما كنتش موفق فيها، ما بيبقاش عندي أي مشكلة إن أقول يا جماعة أنا ما كنتش واخد بالي من كذا وكذا فأحمد القصاص بيقول أين المفر مما يحدث؟ العلاج يا أحمد بالضد. إحنا دلوقتي في حالة خبل عام داخلي وخارجي وبين الدول وبعضها. الخبل ده نقيضه أو ضده العقل. فريدة شعراء بتسخر بتقول لي نلغي جامعة الدول، أمال مين هيشجب ويدين يا دكتور؟ عندنا يا فريدة كم هائل من الشجب والإدانة أصبحت مضحكة. يعني دلوقتي أي مواطن عربي يشوف جامعة الدول العربية تدين الحرب في أو القتال في السودان هيضحك، مش هياخد الموضوع بجدية. مهدي بديار بيقول واحد من الوعاظ قال إن أحاديث الآحاد لا يعتبر أوبيك. بص يا مهدي، أنا رأيي اللي قلته مرارا وعانيت بسببه، إن إلغوا حدوتة الأحاديث دي خالص خالص، ولا أحد ولا أفراد ولا جماعات ولا، يعني استمسكوا بالنص الأول بما لا يتعارض مع العقل والمنطق، وبعدين نبقى نشوف بقى النص الثاني والثالث والمتاهة اللي مدخلنا فيها. ده لسه امبارح شيخ الازهر بيناكف تاني في رئيس الجمهوريه في حكايه الطلاق الشفهي، ويقول انه يقع حتى بدون شهود. يا دكتور احمد بقى طلعنا من الحته دي بقى. يعني الجواز عند المأذون ويبقى الطلاق عند المأذون وخلاص، وعمال تقول لي اتفق علماء الامه وعلماء مش كده، انت استاذ فلسفه يعني. ولو فقيه مش أستاذ فلسفة هيبقى عندك مبدأ إنه درء المفاسد أولى من جلب المنافع. في ناس بتعاني كتير من الطلاق الشفهي وفي فوضى. أنا مش بقول كده مناصرة لرئيس الجمهورية اللي عايز يعمل رسوم للطلاق ورسوم للجهاد، مش هي دي القضية. القضية إنه حالة الفوضى اللي الناس فيها دي ما تدهاش غطاء شرعي. إحنا مش ناقصة هم يعني. حسن حجازي، السودان مليئة، السودان مذكر مليء يعني بالصراعات العرقية والقبلية والمشيات ويرفعون شعار الدولة المدنية، كيف ذلك؟ ما هو هنا الدولة المدنية بيبقى حلم بيتعلقوا بيه الناس. طه الجابوري، بس تراكم العنف عند العرب عبر التاريخ وما ولد عنه في خضم ما نعيشه الآن. بص يا طه، العنف أي جماعات أو دول أو كيانات يعني قديمة فيها تراث للعنف، بس كمان فيها محاولات تعقل وترشيد وفهم وكده. فواحدة بتقول مين دي؟ بوسينة، أنا جيت متأخر كنت أغني فنسيت اللايف. طيب ماشي غني يا ستي. مصري، هل لا يكون أستاذ الفلسفة حاجزة للتناحى إذا خدمت منصبه؟ لا، أنا مش عايز أحول المسألة لنزاع شخصي مع أفراد. يا جماعة أنا بشوف صدى ده وأثره على المجموع. أنا مش دعوة أنا بالمناصب وبالحاجات دي وبعدت عنها. يعني
عافانا الله منها ورفيفة، انا خايف عليك من التوتر ده، خلي بالك من صحتك، محدش هينفعك. حاضر. سارة قاسم، دكتور السيناريو الخاص بك بالنسبة للسودان، هيقعدوا يلعبوا بعض والدول المحيطة بيهم، سيناريو مش مبهج يعني. وجدي، هل من رابط بين ما يجري في السودان بالتقارب السعودي الايراني؟ لا، ما احنا قلنا من كام يوم لما كنا بنتكلم عن اثر الفراشه ان الاحداث كلها او البنيويه يعني متراكبه. ف السودان مذكر، ايوه، الثورات غير مستند الايديولوجيات والتصور الفلسفي للحكم سيكون مصيرها العنف والدمار. ده يوسف العراقي، معك حق. وبعدين الثوره دي مش شرط تكون ثوره سياسيه، في ثورات فكريه. ما هو الرينيسانس الاوروبي دي حاله ثوريه، اللي عمله ماو تسي تونج عشان يلغي الثقافة القديمة وحط الثقافة الشيوعية، هو سماها الثورة الثقافية، اللي أنا بدعو ليه من بعد 2011 حتى اليوم، هو ثورة ثقافية، يعني إعادة نظر في المفاهيم الكبرى والمفردات وترتيب التفكير، هذه ثورة. هشام بن علي، السودان مبني على خلل طويل الامد. ايوه، ما هو يا هيثم بن علي، ما هو التشخيص اللي انت بتعمله ده هو اول العلاج. طيب نشخص بقى صح، هو انا ليه اتنازعت مع الاسلاميين ومع العلمانيين هما الاثنين؟ لان دول لما بيقولوا الاسلام هو الحل ودول لما بيقولوا العلمانيه هو الحل، الاثنين بيستوردوا حلول سواء من الماضي او من ثقافات تانية. وانا بقول ببساطة شديدة يا جماعة، ادرسوا واقعكم كويس، كل واقع ليه خصوصية، واطرحوا الحلول اللي تكون نابعة منكم، مش استيراد. طيب راجية، متفقين طبعا يا راجية، وده مهدي تاني، اللاهوت العرب والشجون العربية لو اعتمد في المقارنة الدراسية لكانت دولنا أحسن حالة. مش لازم الكتب يا مهدي، الأفكار دي نفسها تطرح بس، ومش لازم في مقارنة دراسية يعني، تتناقش. طيب مصطفى كريم، ما هو دورنا كأفراد لوقف هذا التدهور السريع؟ دورنا اللي احنا بنعمله ده، احنا واقفين عند الأمور. فدلوقتي اللي مهتم يعني 1000 يبقوا 10، لو هم 10 يبقوا 100,000، وبعدين ده يتسع مع الوقت، يعني ننور يعني ضوء كده في الضلمه دي. كي جي محمد، حصل ثوره ثقافيه لكنها عكسيه وجابت لنا داعش. لا يا كي جي، ما حصلش ثوره ثقافيه جابت داعش، ده حصل ترويج للوهابية، غرست النزعة اللي هي الانفصالية بالعودة إلى الواقع. وأنا حللت الكلام ده كتير، لا هي ما كانتش ثورة ثقافية عشان تدينا داعش. في سؤال هنا، بيبا ربيعة، مش فاهمة ايه معنى السؤال مذكر او مؤنث، هو مش حسب الحالة، لو قلنا بلد يبقى مذكر. انا بتكلم يا بيبة عن لفظة السودان. بصي، هو يعني ايه سودان؟ ده اسم جمع، صفة لجماعة. فاحنا نقول مثلا انه مصر قبل ضباط الاحرار جدا كانت بلد واحدة، وكان فيها الفلاحين سكان الدلتا او ما يسموا بالفلاحين يعني، والصعيد عشان هي اعلى الصعيد، وبعدين النوب اللي هي سكان النوبة، وبعدين الناس السمر قوي بحسب الشمس، فهم سودان من لون البشرة الاسود.
فهي اسم جمع لناس سمر الوجوه. ادي معنى احمد توما تحدث عنها بلقاءاتك سابقة على ما اعتقد. ماشي. سارة بتقول الاثنين، معرفش ايه هما الاثنين، يعني تقصد ايه اذا كان ليها كلام قبل كده. محمد قمح، انا عرفت ان اسمك قمح، ده جميل قوي. وعجبني الاسم على فكرة. برأيك يا دكتور ما يحدث في السودان سيكون له مردود بمصر؟ طبعا طبعا يا اخي، يعني ده الناس اللي هم الشعبيين يقولوا اذا كان جارك في خير فانت في راحة، يعني البيت اللي جنبك مولع فانت طبعا يعني ما. بيبة الان فهمت قصدك، شكرا يا دكتور. طيب شكرا ليكي. احمد القصاص اين المفر؟ قلت لك العلاج بالضد. سميرة معروف من التجربة اللبنانية، مش عارف ايه، لازم ثورة فكرية على سلطة الدين. اتفق معك. يعني في رواية محال استبعدت الاسلاميين من التجربة مذبحة الاقصر، فمن مرتكبها؟ السلطة اللي كانت موجودة. اقري الرواية هتشوف التفاصيل. خالد سعيد سالم، الإخوان في السودان تحركهم ويمولهم القوى العظمى لتفتيت السودان وتهديد مصر وأثيوبيا، بدل الاتهامات دي يا خالد العامة جدا، خلينا نغوص أكتر في الحال ونحكم عليه. ياسمين كاتبة جاسمين، الحمد دكتور جامعة الدول العربية اتفق معها منظمة فاشلة، مش على فاشلة وناجحة، ان حاجة ملهاش لازمة. نشيل بقى من ذهننا ومن واقعنا الكيانات اللي هي الخاوية دي، الطنطنة كاذبة. نبيل، ما تتوقع ان يحدث في العراق؟ لا، ما اتمنى للعراق هو انها تنهض، وما اخشى على العراق انه العصبية المذهبية والقومية او الاثنية يعني تمزقها، انما العراق بين يعني كل ما تهدى يروحوا ينفخوا فيها النار، بس يا رب العراق يعدي يعني من الازمة دي. الخلل الذاتي قبل كل شيء، ده هيثم بن علي، بلد مفروض يكون احسن البلدان. ما فيش مفروض، احنا بنتعامل مع وقائع مش مع فرضيات. حازم شوقي واتشنج، ماشي. هل المال الخليجي يمكن ان يحل المشكلة في السودان؟ ده شامل؟ لا مال ايه المشكلة هنا في الدماغ. المال يساعد في التنمية في البتاع. شادي الشيرازي، طب نتكلم في الهيومانيزم يعني، او النزعة الانسانية، عشان يمكن ده يكون الحل. ما هو ده اللي بنتكلم فيه دايما، ما احنا كل كلامنا في هذا الاتجاه. حسين فاضل، كيف رأيت العراق ما بين الزيارتين وخاصة بغداد؟ في مظاهر إيجابية، يعني في بعض الاستقرار في إدارة البلد بعض، وفي مخاطر لا تزال محدقة به، بس أولها الطائفية. طيب ناخد آخر سؤال. عز الأسود، كلمنا مرة عن الحكم العثماني في العراق وتأثيره على المجتمع العراقي. يا عزة، العراق تأثر بأشياء كتير، طبعا منها الفترة العثمانية، بس كمان منها فترة صدام وما بعده، والحرب اللي هي حرب تحرير الكويت. وناجي سليمان، دكتور أرسلت لك صور مخطوطة على ماسنجر، لو ممكن تشوفها. ما شفتش حاجة يا ناجي.
وبعدين المخطوط دي ليها مراكز تهتم بيها وكده. ما هل المستنير هو الحل الواقعي في العالم العربي؟ ده محمد ابراهيم مرسي. مفيش حل جاهز في الفريزر تطلعه تحطه في الميكروويف يسخن المجتمعات مش كده. في فروق بينية تقتضي دراسة كل حالة على حدة قبل طرح الحلول. مفيش حل جاهز. مفيش فاست فود هنا. خالد سعيد، ما هي رسالتك لأهل السودان؟ كان من أسبوع إن يا جماعة اهدوا، إنما دلوقتي ربنا يستر. هي دي الرسالة. يعني محمد حلبي، المستبد العادل، ما هي برضه ده استيراد يا محمد حلبي. يعني استيراد من مخزون الفكري، من التراث القديم، من التجربة الأوروبية، كله استيراد وكسل. حسين فاضل، هل الكاتب يوسف زيدان كتب مذكراته؟ أكتب إيه بس؟ يا فيها حاجة تتكتب. أوكي يا جماعة، أشوفكم بكرة، وإن شاء الله يكون بكرة يعني نرجو أن يكون الحال أفضل من اليوم. مع السلامة.